السلطات راه هاد الخدمه اللي دايره راه مزيانه ديال المحلات وحيدوا علينا هاد الاكتظاظ والدروينه ديال الجوطيه وهادشي وراه دابا مزيان دابا حولنا المحل مزيان ماشي كنا في الاول في العشوائي دابا القضيه مزيانه وخصهم هما يتساعدوا معنا الخضره راه كاينه موجوده خاص الناس يديروا التاويل الخضره موجوده راه كلشي كاين غير الناس الله يهديهم صافي كيديروا الاكتظاظ في خطره وهادي حنا بشويه بشويه كل واحد كنعزلوا اش خاصو وكنخدموا في التليفون وكلشي راه موجود ثاني غتنقى هنا وغتولي مزيانه وتقاد القضيه وما غيبقاش حنا غنحيدوا من العشوائي وغادي يكون مزيان ان شاء الله خاص السلطات يتعاونوا معنا ويتفاهمونا كما حنا فاهمين وانت حنا راه فاهمين وانت هما راه خدامين ودايرين المجهودات ديالهم وانت حنا راه بغيناهم يفهمونا حاولونا على حساب الزحام راه تما بنادم راه كيتزاحم مع بعضياتو داكشي اللي كيخافوا منه غيجيو فيه اللهم اتساع هادشي علاش دابا خصهم يحولوا يا سير على الناس راه مسلكه مع الوقت وصافي الحمد لله حنا بهذا الوقت اللي جاتنا من عند الله مرحبا بها الله يحد الباس راه حتى شي حاجه ما كاينه اللي هي غاليه ولا شي والو ما كاينش غلا مزيان هاد البلاصه مزيانه ماشي بحال تما دابا تما راه كاين الزحام ومع داك السبت والحد بغا يتفك ليهم ما بنادم ما لقاو كيديروا ليه يفكوا نهار السبت ودابا مزيان واللي جاب الله بارك الغلا راه ما كاينش راه الثمن اللي كاين هو اللي كاين في السلعه الجماعه الحضريه لمدينه اليوسفيه بمساعده السلطات المحليه وشركه اوزون تقوم الان بتنظيف داخل الحسني الامور اللي عشناها الان امور يرتى لها يعني قله النظافه ازبال كانت داخل الاماكن التي يتاجر فيها الخطاره وغيرهم والان الحمد لله مع السلطات المحليه وعلى راس السيد باشا المدينه الامور راه بدات كتبان للمواطن والمواطن استحسن هذه العمليه خاصه الساكنه والناس اللي كتجي هنا تخدم الاغراض ديالها ايوا نطلب الله سبحانه وتعالى يعاوننا لان تنحاربوا كوفيد بزاف وفي نفس الوقت كنقوموا بعمليه بيئيه باش المواطن يعيش في نظافه تامه ان شاء الله الرحمن. حنا الباعة اللي كاينين هنا موالين الحوانت مزيان هادشي بعدا اللي دارت هاد المبادرة اللي مزيان جات خدمت لنا هادشي اللي جا في وقته وخاصنا النظافة هنايا وهي دابا الحمد لله حنا لقيناها حنا وجدناها الحمد لله كانت غير ضيق في الطريق وكانت بعد النفايات وبعد الزبال اللي كتشيط كتبقى في الشانطي هي اللي كانت معاناة ومع ذلك راه سيدي ربي راه كيشوف من الفوق راه غتكون شي حاجة إن شاء الله إيجابية إن شاء الله والله يحيد هاد الوباء المهم هادشي جا في الاحترازات ديال الدولة باش ينقصوا من هاد الكريدة باش ينقصوا من الباعة المتجولين من الناس اللي كيخرجوا على برا المهم الأمور غادية مزيانة الأوزون كتبدا العمل ديالها في الساعة 6 صباحا إلى الساعة 2 بعد الزوال وهنا متفائلين خير إن شاء الله Thank you.